السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يلقاكم في صحه واحوال جيده وكلشي 5 5. لقيتوني اليوم غادي نخرج كالعاده، قلت نديكم معايا حتى نتوما تشوفوا النهار ديالنا كيفاش غادي يدوز ان شاء الله. هانتوما شوفوا من ورايا واحد المنظر صباح مزيون، واخا صراحه صباح البرد شويه، صباح الغيام ما صبحش الشميشه، ولكن الجو مزيون والهواء نقي نقي نقي. يلا هو خليكم معايا باش دوزوا النهار. شوفوا قنية كتاكل، هذا دابا هما هنا. دابا شنو دايرين؟ دابا هاد الطوالي اللي كاينين هنا، هادو دي ريستورون اللي اونفاس مع هاد البارك، هذا هما اللي خداو لوتوريزاسيون من عند اوتيل دو في، وهذا عطاوهم لوتوريزاسيون باش يحطوا الطوالي بهاد الطريقه هادي في وسط الشارع. دابا هاد الشارع هذا كله ها هو راه كله راه محبوس، حابسينو دايرين فيه الطبالي بحال هكذا. هما خلاص لي بوبال، كل حاجه بيان سور ديالها، كل حاجه. وها هو البارك حاطين الطبالي، هاد الشارع كامل غادي هكذا. ها هي هادي، كان فايت لي صورت لكم في ديك الجوله الليليه، كان باقي الثلج. ها هي دابا عامره بالماء، زوين 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 زوين. نورمال مره دايرين فيها الضو وداكشي نورمال، ولكن في الليل. دابا لا، كريسيات الناس جالسين. فمثلا ها هي طبيله من هذاك الطبالي اللي تما، دايرين فيها لو ريغلومون اللي خصو يكون هنايا. ها هو المهم تحترم 2 متر. وهذا عاوتاني دايرينها في هاد لابارتي هادي، عاوتاني ها ريغلومون باش الواحد يحترم أو تجلس في بلاصه وتخلي بلاصه اخرى حداك خاويه. ها هي دايرين اكس زعما باش ما تجلسش حداه، وصافي الطبالي كلهم نفس الشيء. هادشي كامل داير هنا في هذا البارك هذا. ها هما طالقين الويفي، ها هي زون ويفي. بالنسبه لي طواليت راه هما سادينهم، هما هادو لي طواليت. وشو شنو دايرين ليهم هنا؟ داير لهم معقمات وبابيي، ودايرين لهم لافابو باش الواحد يغسل يدو ملي ياكل ويرتاح وداكشي. خلاص لي بوبيل بارتو حاطينهم هنايا، هادشي هذا عاد زادوه. ها هما لي بوبيل هي، والناس كاين اللي كيجيب ماكله ديالو وكيجلس ياكل، كاين اللي ياخذ شي حاجه امبورتي من لي ريستورون. مهم باش الانسان ما يقنطش، او ميم طون داير لهم اجراءات السلامه. بهذا الكرسي هذا واللي انفاس معاه، دابا هذا ما تجلسش فيه وهذا جلس فيه. هانتوما شوفوا جو رائع، الناس اللي تحتي كيلعبوا، حنا غنشوفوهم تنوصلوا ليهم. كتحس براسك بحال راه نتا في وسط الغابة، مع العلم انك راك في السونترفيل. طبعا هاد البلاصة هادي راه كنت وريتها لكم في الجولة بالدراجة الهوائية اللي كنا اللي كنت درت لكم في دغوموندفيل. دابا نخلي لكم لو ليان ديالها باش اللي مازال ما شافش لا فيديو يمشي يشوف ويستمتع بهاد الطبيعه الخلابه اللي كاينه. ها انتم دايرين لي بانو بونجور، دايرين هادوك لي بانو زعما راه كاين واحد الدوره. ها هي ثانيه وعشرين ديال الكراكين، دوره اخرى. هما لهيها كيما نوعي الصغيرين كيلعبوا، نوصلوا لعندهم ونوريهم ليكم. لكن صراحه
المنظر واعر والجو فن والهواء نقي بواحد الدرجة اللي رهيبة مزيان صراحة. ملي ما صبحة شي الشمس كيزيد تعاون شي شوية. هاي الجهة ديال باك التانية بانت لي الدنيا عامرة. مهم انا بقيت بعيدة نتفرجها من البعيد برك عليا. هما الناس كيلعبوا كيلعبوا وليداتهم صراحة. معرفتش فينا هما اجراءات السلامة في هاد الشي هذا، ولكن يمكن حيت هادو الدراري الصغار داكشي علاش. مهم راه الوليدات تبارك الله فرحانين وناشطين وكيلعبوا محيحين مازال البارك لهيه كيبان لي بنادم بزاف. انا حاولت نبقى غير بعيده شويه وصافي. ها انتم شوفوا هادو الفرقه ديال الركبي كيلعبوا ناشطين. ها هما وهادو اللي لهيه هادو هما لي بروف ديالهم. قال شي كلوب هادو ولا شي مدرسه جايبينهم هنا كيلعبوا. هانتوما كتشوفوا هنايا راه دايرين راسمين فوق الغازون. مهم الواحد ناشط ولاعب هذه اهم حاجه. كاين هذه هذيك لا فونتين اللي هي هذيك حتى الجهه اللي هي وندورها لكم تشوفوها عن قرب كسبان واعره. انا بعدا ما سخيت شي نوض. الجو جميل جدا 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 جدا. انتما هي عن قرب عرفتي كتحس بواحد البروده ملي كتوصل حداها. الانتعاش الانتعاش. هذوك الوليدات راهما جايين هاي تخشى في وسط الماء. المهم ناشطين مع راساتهم مع مازال ما حلوش لي بيسين. كيلعبوا هانتوما كتشوفوا معايا هاد الاقامه هذه الكبيره اللي كطلع على البارك. هاد الاقامه هذه خاصه بالناس المتقاعدين. جا الموقع ديالها استراتيجي في سونتر فيل وخاصه بالاشخاص المتقاعدين. عندهم واحد الفيو واعره صراحه. هانتوما كتشوفوا هاد الدوائر هادو اللي كاينين هنا هادو دايرينهم باش زعما الا جاو لي فامي يجلسوا هنايا باش يدوزوا النهار. كل عائله تجلس في دائره باش يحافظوا على ديستونسياسيون.
خرير المياه. شو الماء كينقيه ممسخ ما تشي حاجة، والشميشة عاد خرجت. هادشي هذا راه ماشي زعما في الخارج هاد المدينه ولا فشي بلاصه، هادشي راه في وسط سونتر فيل. يعني الواحد يجي يدوز هنا النهار صراحه يدوزو واعر. ها نتوما دوركم معايا داخل الغابه، ها هما رسمين الطريق اللي تمشي فيها. شوف الدنيا كي نقية، شوف الما كي نقي، الغابة كي نقية، والهواء نقي تا هو. المهم الجو غير نادير. زقزق هاد العصافير، شو الحجرات كي كيبانو. هانتوما شوفو الشجر من التحت، ديري ليهم هاد الشباكي، الشجر كلهم اللي كاينين ديري ليهم هاد الشباكي هادو، ها هما باش ما يجيش الهامستر ياكلهم هكذا ويطيح الشجره ولا شي حاجه. الغابه الشجر كلهم غاديين هكذاك في الغابه كلها. ها هو كاين هنا واحد الجسر معمرين وبالقفوله. ها انتم شي قفل مزيون ساره قاعد القفله هذا يسكن يديروا هنايا. شو هذا القفل ملون ومخلينا هنايا هاد الناس. ها هو ها هما القفوله. ها نتوما كتعقلوا على هاد لي طابلو، هما اللي كنت وليتو نكون في الجوله الليليه. كان ديك الساعه باقي الثلج، راه هو هذا هاداك البارك كان كله باقي ثلج، ما كاين لا ناس لا حتى شي حاجه. دابا الحمد لله حيد الثلج، الدنيا رجعت مزيانه شويه، بدينا كنرجعوا لحياتنا الطبيعيه طبعا مع اتخاذ دائما اجراءات السلامه. هاي لا فونتين هي محبسينها، عاد شويه يشعلوها. راهم لهيه لي بوبيل، لي بوبيل بارتو حاطينهم باش الناس الى كلاو ولا شي حاجه كيلوحوا داكشي ديالهم، كيخليو البلاصه ديالهم نقيه وكيمشيو. ها هما ديك الدوائر كيف ما قلت لكم قبل. ونين تقبلت هذاك لا فونتين وهذاك البارك وهذاك الشيء كامل دايرين هنايا لا بيسين. ها نتوما نورمالمون باقي ما عمروهش، ولكن كيقولوا غادي يحلوه، كيستعدوا داكشي وغادي يحلوه ان شاء الله ابتداء من 1 جويلي.
هادشي واش كيبان لكم مزيان؟ نورمالمون هذا صغير وهذا المتوسط، خلاص هذا اللي غارق. راه دايرين عيش بيكا سي، شوف هذا اللي غارق، هذا متوسط، هذا اللي خاوي. دايرين شبيكة كيطل عليه جهة الباك، إن شاء الله من النهار اللي عمروه نجيو ديرو، والناس كيتمشاو. ها هو الجهة اللي أنفاس معاه دايز من هاديك الواد. كاين هنايا ديك الالعاب ديال الناس ديال المسكولاسيون داكشي. غير بارك واحد فيه كاع لي زاكتيفيتي، كلشي فيه، فيه الماء، فيه الغابة، فيه الألعاب، فيه كلشي كلشي كلشي. وهنايا دايرين هنا دايرين الباركور، داير هنايا الرجل دو سيكوريتي باش الوليدات يلعبو اون سيكوريتي بيان سور، لي بارون ديالهم معاهم. ها هما كل ألعاب هنا، دايرين حداهم هنايا السيركوي اللي عدير وشنو اللي عتلعب وهذا. ها انتما، ها انتما كل لعبة حداها هنايا. سنة كيوري وكلي موفمون اللي غادي دير، كيفاش غادي دير تلعب، والبوزيسيون اللي خصك دير باش تقدر تلعب. هاد الوليدات هادو تبارك الله ما شاء الله دايرين يلعبوا، وباقي باقي البارك لهيه بعيد. ها نتوما هنايا الواد، وين الدنيا زوينه. ها هما هنايا البارك، هنايا العاب وحدين اخرين. هما عاوتاني تا هادو راه حاطين حداهم لافيش اللي كيفاش يديروا يلعبوا. بيان سور اي بلاصه مشيتي ليها كتلقايهم حاطين لك البوبيل، ماشي الا كلاو ولا شي حاجه كيلوحوا. هانتوما لاحظوا معايا هنا في الارض، هنا راه الخشب مقطعينه صغيور باش حتى الدراري طاحوا ما يتقصحوش. ها هما لي بوزيسيون ديال هاد الالعاب هادو، ثاني نفس الشيء بالنسبه للالعاب الاخرين. المهم هذا سيركوي كتبداه من الاول حتى الاخر، وكل كل بلاصه كتوصل ليها كتلقى شنو لي بوزيسيون اللي خصك دير، شنو لي موفمون اللي خصك دير. هادشي كامل راه في بلاصه وحده، بلاصه وحده فيها هاد الالعاب، فيها هذيك لا فونتين، فيها لا بيسير، هو الهي فيها كلشي. واحد متنفس لي هو كبير بزاف. شكون باقي فيكم عاقل على هادو؟ هما اللي كنت وريتهم لكم في الجوله الليليه. ها هما مساكن حيد من حداهم الثلج، هما فرحانين. وهاديك البلاصه اللي انفاس معاها هادي كلها كانت ثلج. ها هي الشكي ولات كلها رجعت خضوره، كلها رجعت واعره. المهم ها هما توحشوكم وبغاو يسلموا عليكم. قولوا باي. هذا الشارع سدينو، ها هما دايرين الطبالي مخايلين المسافات. دابا هادو ديال هاد الريستورون هادي كتاخد وخرج على برا وكول، ودايرين المسافه ديال الامان، وسادين الشارع هذا كامل، هادي كلها سدينا. ها انتم الشارع كله حابسينو، الشارع كله حابسينو. ها هو من رصد لرصد الشارع. دابا هاد الطرطوار هذا كيدي، هانتوما شايفين لافليش اللي كتدي. وهنايا هاد الطرطوار هذا ديال الناس اللي ماشيين،
ها نتوما علاش باش ما يتلاقاوش الناس اللي ماشيين مع الناس اللي ماشيين. واخا هي ها لا تيغاس لهي عاوتاني راه كاينه تما ديك الريستوران عاوتاني راه دايرين فيها طبالي على برا نتوما، واحد بحكم حيت دايرين الشارع فيه الطبالي ها نتوما الطريق دايرين هنا ملي جات على لا تيغاس ديال القهوه اولا بحال هاد لا تيغاس ديال هاد الريستوران هادي ها هما دايرين الطريق ملي كيتمشاو الراجلين ديرك لا فليش وديرك الطريق. هاد الطريق اللي تمشي منها علاش حيتاش التروطوار ديالك عامر فيه لا تيغاس ديال القهوه والشارع اللي هو خاوي دايرين فيه الطبالي ها هما لي فليش تبقى تابع لي فليش باش ما يتلاقاوش الناس وتكروازه مع شي واحد. ها هو هنا عاوتاني تا هاد الشارع هما سدينو ها هو الشارع كله غادي طبالي. هاد الشارع ها حنا خدينا الغدا امبورتي من هاد الريستورون شي لويس هاهي خدينا لابوتين. دابا شحال ملي جيت وانا كنتسنى امتى باش ناكل هاد لابوتين هادي اللي هي الاكلة الرسمية ديال كندا دونك عاد كتب لي ما شاء الله ناكلها ونقول لكم كيفاش جات. دونك هي شنو فيها فيها غير الفريت زعما اباس دو فريت وفيها واحد لاصوص وفيها الفرماج هذا الفرماج هذا النوع الفرماج وخلاص خدينا البرجر ديال الدجاج بصحه والراحه وحنا جالسين في الهواء الطلق ها هما الناس والطبالي حتى حنايا جالسين ناكلوا لابوتين. دابا هي مزيونه ولكن ماشي لدرجه انها تكون زعما اكله رسميه ديال دوله كندا صراحه شويه الفريت وشويه ديال لاصوص وشويه ديال الجبن زعما ماشي شي حاجه. المهم العزل الاكل المغربي اللذيذ وصافي. المهم هي مزيونه زعما ما بقاش فيها الحال حيت جربتها ولا زعما قلت قولبت ولا هي مزيونه عاديه بحال كتاكل الفريت ومعاه شويه ديال لاصوص والجبن وصافي ماشي شي حاجه اللي واو صافي. هادشي اللي نقدر نقول لهم قلبوا لنا على شي شيء وتكون مزيونه. الحمد لله من بعد ما كلينا وسالينا كيخصنا نجمعوا داكشي ديالنا دونك هنا غادي نجي ونلوحها في هاد لابوبيل اللي هي في اللون الاخضر. ها هما جميع الالوان كل حاجه ليش غتصلح. وهنايا المعقم ملي تسالي كتعقم يديك وبالصحه والراحه الغدا. هنا كنا دايزين راجعين بحالنا هلقاو هاد هنا هاد لاطيغاس هادي دايرين فيها البيفان وداك الشيء يمكن غيكون شي سبيكتاكل في هاد العشيه. هما الناس جالسين ناشطين اجواء رائعه. وبهذا غادي تكونوا دوزتوا معايا النهار ديالي. دابا صافي تسالى النهار شوف بحالنا صافي سالينا. كنتمنى تكونوا فوجتوا معايا واستمتعتوا معايا في النهار كيف ما انا استمتعت. وإلى عجبكم الفيديو خليو لي جيم 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 وما تنساونيش من لي كومونتير الزوينين ديالكم اللي فريمون كيطلعوا لي المورال وهما اللي كيخليوني دائما نزيد نقدم لكم المزيد من الفيديوهات ونديكم معايا فيما مشيت خصوصا بحال هذا النوع ديال الفيديوهات اللي كيعجبكم حتى نتوما تفوجوا معايا تشوفوا معايا الدنيا كيفاش دايره. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الانستغرام ديالي ما تنساوش راه غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. دائما كنبارطاجي معكم كاع لي ستوري كنبوبلي حاجات مزيونين بزاف هنايا كاينين في كندا. تهلاو لي فراسكم وباي باي.